للمزيد من رفح ينضم إلينا رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك سيد رائد. سيد رائد، بداية تفاصيل وما لديكم من معلومات بشأن هذا الاستهداف، استهداف الاحتلال، حتى من ضمنهم على ما يبدو بناية تابعة لكم. أهلا بكم. حقيقة الحديث يجري عن استهداف مربع سكني يتواجد فيه العديد من المدنيين ومن السكان العزل والذين تم استهداف هذه المنطقة دون سابق انذار، ما نتج عنه إصابات وشهداء في المكان. ولا زالت الطواقم تتعامل مع تداعيات هذا الاستهداف وتقوم بانتشال الشهداء ونقل الجرحى والمصابين إلى النقاط الطبية والمستشفيات العاملة. طبعا يجري الحديث عن عدم قدرة المستشفى المعمداني الذي تجري نقل الحالات إلى تقديم الخدمات الطبية بشكل كامل، وهذا جراء نقص حاد يعاني منه المستشفى وجميع المستشفيات التي لا زالت على رأس عملها فيما يتعلق بأدوات التخدير والتعقيم والأكسجين والوقود وغيرها، بالإضافة إلى التكدس الكبير لجميع أقسام المبيت والعناية والمكثف وغيرها من الأقسام التي تمتلئ عن بكرة أبيها منذ شهور عدة، وبالتالي تعجز الطواقم الطبية هناك عن تقديم الخدمات بشكل كامل مما يرفع من حصيلة الشهداء. على جانب آخر، الاحتلال يستمر في استهداف مقراتكم حتى الآن، هل ما تزال لديكم طواقم هناك بالشمال وبمدينة غزة أيضا؟ العدوان الإسرائيلي، ويتعمد جيش الاحتلال استهداف مقرات الهلال الأحمر الفلسطيني، عربات الإسعاف، حتى الكوادر الطبية والإسعافية تعرضت للقتل والإصابة والاعتقال في بعض الأحيان. ويعني رغم ذلك نواصل عملنا في الهلال الأحمر الفلسطيني في حق الإسعاف والخدمات الصحية وحتى البرامج الإغاثية والدعم النفسي وغيرها. وطبعا قبل 3 أيام تمكنا من إدخال عمل تابع لنا في الهلال الأحمر الفلسطيني إلى منطقة غزة وشمالها، وذلك من أجل إعادة تفعيل العمل في مستشفى القدس التابع لنا في منطقة غزة، وأيضا العمل على إعادة خدمات الإسعاف والطوارئ والخدمات الصحية التابعة لنا في منطقة شمال غزة بعد أن كانت تعرضت للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ونأمل أن تستمر هذه الجهود وتثمر عن إمكانية عودة القطاع الصحي إلى قوته لكي يتمكن من تقديم الخدمات الطبية لنحو 500,000 نسمة في مناطق غزة وشمالها يفتقرون إلى أدنى مقومات الخدمات الصحية التي يحتاجونها. على مستوى المساعدات الإنسانية سيد رائد، يعني ما الظروف وما الآليات التي ما تزالون يعني تعملون بها في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، الحديث أيضا عن انفلات أمني داخلي؟ يعني في الواقع منذ أن تم إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهو بمثابة شريان الحياة لمحافظات غزة، وتعاني جميع محافظات القطاع من عدم وجود مساعدات تلبي على الأقل الحد الأدنى من مشاكل الأمن الغذائي والمياه والعلاج والدواء وحتى المواد الإغاثية التي يحتاجها مئات الآلاف من النازحين، والذين في كل يوم للأسف يتعمد الاحتلال الإسرائيلي إعادة تدوير لحركة النزوح من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، مما يزيد من معاناة هؤلاء النازحين وأيضا يزيد من التحديات المفروضة على عاتق المقدمي الخدمات الصحية والإغاثية. يعني هناك معاناة حقيقية يجب أن تتوقف. هناك من قبل الاحتلال لإلحاق الأذى بأكبر عدد من المدنيين، وهذا بدوره يقودنا لمطالبة مجددا بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والكف عن استهداف المدنيين والطواقم الطبية والإغاثية العاملة. على مستوى انتشار الأمراض التي باتت منتشرة والأوبئة بقطاع غزة، حقيقة فريق الرعاية الأولية التابع لنا في الهلال الأحمر الفلسطيني ومنذ شهور عدة رصد عمليات انتشار كبيرة لمرض التهابات الكبد الوبائي وأيضا أمراض تتعلق بالجهاز التنفسي وأمراض جلدية وأمراض فقر الدم والمزال الناتجة عن عدم وجود غذاء سليم وعدم وجود مياه صالحة للشرب وحتى حليب الأطفال غير متوفر. العلاج بشكل مناسب وكافي غير متوفر، كان وجود ازدحام شديد في مخيمات الإيواء التي بالمناسبة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والنظافة الشخصية والمبيت السليم،
كما أن تحرير الجثث في كثير من مناطق قطاع غزة والتي خلفها الاحتلال في الأماكن التي كان يتوغل فيها، هذا أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير، وهو يعني ما يهدد بخطر جديد بخلاف الصواريخ والمتفجرات التي تلقيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك خطر الموت من هذه الأوبئة والأمراض على السكان المحليين. رائد النمسا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا لك.